طبعا احنا بنتكلم على الانفايرمنتال اركتكتشر الاورجانيزم، وده برنامج ده احدث برنامج عندنا في البرامج حديث الاعلانات بتاعه بقاله شهور بسيطه يعني. وطبعا تعرفين دايما الحاجه الحديثه هي ايه؟ يعني مش هتكلم عن بهزر طبعا، البرامج كلها ممتازه. وانت يعني بتشوف انت البيوت بتاعتك ايه بتلضحها. الانفايرمنتال اركتكتشر الاورجانيزم احنا بنتكلم على الاوتلاين سريعا كده، الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. environmental architecture، ليه كلمة environmental tag مع architecture الاورجانيزم؟ goals and objectives بتاعت البروجرام، الديزاين بتاع الكريتيكال نفسه، التري بتاعتنا ليه مختلفة عن البرامج التانية؟ هتتعلم ايه من خلال التحقق البرنامج ده؟ وايه الـ potentials او ايه الـ current international cooperations والconnections بتاعتنا مع الانستتيوشنز بره ايه؟ وطبعا الجوب اوبورتيونيتيز اللي هي ممكن من خلالها تلتحق يعني بالبروفيشنال او البراكتس. ليه انفايرمنتال؟ طبعا انتوا عارفين اي منتج دلوقتي العربيات اي حاجه بتميل دايما في الديزاين بتاعها للحد من استخدام الطاقه، خاصه هنا في مصر بعد التقلبات والكلام ده. احنا عارفين كلها الانرجي بيلز زادت قوي، وطبعا في ديماند عالمي يعني الايكولوجيكال فوت برينت او الاحتياج بتاع البني ادم من قطع الارض. احنا وصلنا نمشي يعني حاليا الافرج بتاع الاستهلاك بتاعنا، احنا وصلنا نعيش على ارض ونص من الايه؟ الارض اللي احنا عايشين عليها لو خدنا الارض. فاحنا لازم غصبا عننا انترناشونالي الاتجاه دايما ان احنا اي منتج بنعمله لابد ان هو يكون ايه؟ قليل في الديماند بتاعه للانرجي كونسامشن، وبرضه في نفس الوقت يبقى بيولد طاقات سواء كانت ريوبل ريسورسز او من مجالات ثانيه. خاصه البيلدينج اندستري او الكونستراكشن اندستري في مصر بتستهلك 70% من الطاقه اللي بتنتج في مصر تقريبا، تمام؟ سواء في تصنيع المواد نفسها اللي بتتعمل منها المباني دي او اثناء الكونستراكشن فيز. فده يعني ديماند مش مساله ملح، بقى الزامي في جميع قطاعات الدوله ان يبقى في ناس خريجين عندهم الاويرنس وعندهم النولج ازاي يصمم مبنى او ازاي يعني ديفلوبمنت في منطقه او مدينه على سكيل اكبر يكون الريسورسز بتاعتها ليمتد وانرجي افيشنت. طبعا العالم سبقنا في الكودز والستاندردز بتتكلم او بتتارجت الكلام ده. عندنا امريكا طلعت ستاندرد اسمه بيتس، عندنا بري ام في اليو كي، واحنا عندنا في مصر حاليا عملنا حاجه اسمها الجرين بيراميد ريتنج سيستم، اللي هو بيبدا يقيم المباني تمام ويشوف الاستهلاكات بتاعتها ايه، وبعدين يدي لها شهاده يقول المبنى ده ريتد واخد اي شهاده، واخد ميداليه ذهبيه ولا فضيه ولا برونز بالظبط الكاتيجوريز بتاعتها. مش هتوسع قوي في ان انا اقرا تكست او كده، ده هيبقى موجود على الاون لاين ممكن تشوفوه من خلال البورتال. انما احنا الكريكولم بتاعنا بيتم ماشي لغايه الليفل الثالث، وبعد كده بتبدا انت بتشوف ميولك ايه، يا اما بتتخصص تبقى معماري شغال على سكيل المبنى تمام، او بتبدا ان انت بتبرانش ان انت تبقى راجل اربانيزم متخصص في السكيل الاكبر، ان انت ازاي تصمم مجوره سكنيه او حتى مجموعه من المجوات او تخطيط مدينه بحيث ان يبقى عندك النولج دي. طبعا بتفرق في التخصصات او الكورسات اللي انت هتدرسها. طبعا ليه احنا مختلفين بقى على البرامج الثانيه؟ احنا بقى يعني عندنا في الليفلز الاعلى عندنا الاكتيفز كتير جدا هتخليك انت بالظبط تبقى عايز تتخصص في سبيشاليتي معينه علشان انت بتتارجت وظيفه معينه. فلو جينا بصينا على الالكتيفز مثلا، احنا عندنا في السمستر الثامن الالكتيف الواحد ممكن تختار ما بين ست كورسات انت تختار ما بينهم. ففي فرايتي ومالتيتيود من الكورسات اللي انت تقدر تفصل التخصص بتاعك زي ما انت عايز. وهكذا تسعه بالنسبه للاركتكتشر تراك عندنا تسع كورسات لثلاثه الكتيفز. وفي الاورجانيزم عندنا سته الكتيفز لثلاثه كورسات لازم تسجلها. فإلى حد ما بتدي فرايتي واسعة جدا للستودنت إن هو يبدأ إيه؟
يشوف التخصص بتاعه ايه او عايز يتخصص في ايه. عندنا طبعا بجانب الكلام ده كله احنا ما بنغفلش الفاندمنتالز بتاعه ان انت معماري، فلابد ان انت تدرس المواد الاسنشال اللي موجوده في القطاع على الشمال من البرزنتيشن. لكن في مواد تانية بقى اللي هي السبيشاليتيز بقى بتاعت ان يبقى عندك الانفايرمنتال اويرنس، يبقى انت راجل عارف ازاي تصمم المبنى، فبندرس الجرين انفراستراكشر والسستينبل لاند سكيب برنسبلز اوف سستينبل اركتكتشر، مواد كتير جدا لو انت دخلت القسم تبدا تعرف معناها ايه والمردود بتاعها. الكلام ده كله مش هدفنا بس في موضوع الانفايرمنت، انت مش هتتعلم ساينس بس، لان المعماري فاشل لو هو ما بقاش ليدر ناجح. ليه الكلام ده؟ انت كمعماري انت هتشتغل في منظومه، يعني يا اما انت هتبقى في السنتر بالظبط، هتتعامل مع السيفل انجينير والالكتريكال والميكانيكال والستراكشر وبتاع الانفراستراكشر و و و كل التخصصات دي كلها. انت اللي بتدير او انت المايسترو يتحكم مش بيتحكم او بيدير التخصصات دي كلها. فلازم يبقى عندك ليدر شيب سكيلز، لازم تبقى تعرف تتعامل مع الناس. كل الكلام ده هتاخده وتتعلمه من خلال السكيلز المختلفه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب هتتعلم ايه بقى في البرنامج ده؟ هتتعلم ببساطه ان انت زي اي معماري هتبدا تعمل ديزاين من خلال ان انت تطور كونسبتشوال ايديز عندك، من خلال تخيل سكتشات تبدا تعرف ازاي تعمل ستادي موديل بسيط، تقدر تشوف تراكيب الحجوم ماشيه ازاي، مربوط الكلام ده على الكونتكست المفروض الكلام ده كله. وصلت ديفلوبمنت معين هتبدا ازاي برضه تقدر تتعلم ان انت تعمل ديزاين ديفلوبمنت، تخرج بقى تعرف الاستراكشر سيستم بتاعك ايه، تعرف الكلاينز السكيلز الانفلوبس بتاعت المبنى السيلينج والجنريشن بتاع اليوم ريسورسز فيه واستهلاكات الطاقه فيه و و و ازاي تعمل ديتيلد موديلنج وسكيل موديلنج. وباي ذا واي على فكره ده الموديل بتاع مدربات اعدادي، لو بعتكم خدت جوله يعني في الكليه هتتعلم ازاي من خلال مواد ازاي تعمل مودلز، ازاي تبدا تطور كونستراكشن دوكيومنتيشنز او باكج كامله بحيث ان تبقى المبنى ده ريدي للكونستراكشن فيز، ومن خلال احدث التكنيكس من خلال البيلدنج انفورميشن موديلنج اللي هو بيربط الكوانتيتيز حتى كلها 3 دايمنشنال اسبيكتس، يبقى انت بتقدر تعمل حصر للحاجات استراكشر خاص بالحاجات بتاعت الديسيبلينز المختلفه في المباني، ما هياش رسومات 2 دايمنشنال بس، لا ده فيها انفورميشن سيستم عن المبنى ده مكوناته ايه والكومبوننتس دي اعدادها ايه ومردودها ايه في الايه في اللايف سايكل بتاعت المبنى حتى ايه بعد. طبعا بجانب الكلام ده طالما بنتكلم في حاجات انفايرمنتال، لا انت هتدرس بقى تعمل سيميوليشن للكلام ده ازاي؟ السكيلز بتاعت المباني دي هتتفاعل ازاي مع الانفايرمنت الخارجي، الهيت ترانسفير بتاعها، الريفلكشنز اللي دخل صوت ايه، الهيت ايلاندز اللي بتبقى موجوده في البيربن تكستشر بتاعها، الكلام ده كله هتبدا تتعامل معاه من خلال بروفيشنال سيميوليشن باكجز تبدا تعمله. مردود الكلام ده كله بقى ايه؟ الامباكت بتاع الديفلوبمنت بتاع المبنى ده، احنا مش بنبني مبنى كده وبس، ده الامباكت بتاعه بقى على البيئه. هل اللايف سايكل الطبيعيه هتبدا يبقى ليها مردود مختلف؟ هل مثلا في سبيسيز معينه من انشاء المبنى ده هيديسكونكت من السايكل بتاعت الايه؟ الناتشرال اللي ربنا خلقها؟ كل الكلام ده هتبدا انت تعرف ازاي تحلله وتدرسه وتعمل الامباكت اسسمنت بتاع انشاء الديفلوبمنت بتاع الناحيه بشكل عام. مش بس كده، المبنى ده بيبقى مصمم لناس يعيشوا فيه، فلازم تدرس برضه السوشيال دايمنشن بتاع البوبيليشن او مجموعه من الناس هتعيش ازاي، والكراود سيميوليشن ازاي هيتحكموا، ناس زينا مثلا لما نيجي نهرب من مكان زي اللي هنروح فيه، وده مردوده ليه الثقافات بتاعتنا، الاديوكيشنال ليفل، الكلام ده كله، كل الباكجز بتاعت السيميوليشن هتبدا تتعلمها. الكاتنج ايدج تكنولوجيز بقى في الموديلنج، ازاي انت بتعمل جنريشن ليه الشيبس نفسها بتاعت المباني من خلال بارامتريك موديلنج، اللي هو ممكن من خلال سوفت وير باكجز يبقى عندك ايكويشنز معينه هي بتجنريت الشيب مع
والانفلوب ده بيبقى له تكستشرز معينه بحيث ان هي يبقى ليها مردود على الشيب اهو. برضه الحاجات دي كلها من خلال احدث حاجه موجوده عالميا هتبدا تتعلم الحاجات دي كلها. الكلام ده كله احنا جبناه منين؟ احنا الحمد لله التو مين ستريم ديبارتمنتس اللي نبع منهم البروجرام ده اللي هو قسم عماره وقسم تصميم، احنا الحمد لله عندنا كولابوريشن وكارنت راننج بروجكتس مع جامعات كتير جدا جدا بره. وعندنا ناس بتسافر وناس بتيجي سواء بروفيسورز او ستودنتس وبيخشوا كومبيتيشنز وبيعملوا مودلز، واحنا حاليا حتى بنتكلم في ان احنا بننشئ ماستر ديجري تمام في الريسورس افيشنت سيتيز. فموضوع الريسورس افيشنس ده ما هوش بس على سكيل المبنى، لا ده احنا بناخده اكتر في البوست جراد ستادز ان هو هيبقى على سكيل مدينه بحاله. بالتالي انا والدكتوره مروه برضه الكوردينيتور بتاع البروجرام يعني لينا برضه مردود في الايه؟ في الحته دي. مش هنخش في تكست ديسكريبشنز بس، الجراديوت بتاعنا ممكن يبقى سبيشاليزد في حاجات كتير جدا جدا مش مقصوره على بس، مقصوره على حاجات كتير. الجوب اوبورتيونيتيز ممكن يعني ايه تشتغل بقى في شركات سكيلها من اول المكاتب الصغيره للمالتي ناشونال انترناشونال كومبانيز اللي موجوده في مصر او بره. هتشتغل يا بروجكت مانجر يا في التكنيكال اوفيس في السبورت بتاعك في التكنيكال اوفيس، يا هتشتغل كونستراكشن مانجر او ممكن تفتح مكتب تعمل موديل ميكنج او ريوبل انرجي اكسبرت تبدا انت تشوف تدي شهادات الاعتماد بتاعت الجرين بيراميد ده او الليدز او 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 دي المباني المختلفه. يا اما تشتغل في الفيجواليزيشن انت تعمل موديلنج وتعمل انيميشنز وتبدا انت تشتغل في حته التسويق بتاعت المباني دي والمشاريع الكبيره. ممكن برضه تشتغل في الديكور الداخلي لو انت عندك مثلا سنس في الحاجات الاستاتكس والجاليريات والحاجات دي كلها، عندك انت التالنتس والحاجات اللي هتتعلمها من خلال البروجرام ده اللي انت تشتغل فيه الدايمنشن. او تبقى سايت انجينير راجل كيف تتعامل مع الناس والعمال وكده، هتتعلم ازاي وهتنزل سايت من خلال السمر تريننج ان انت تقدر تتعامل مع الناس وتقدر تشرف على مجموعه من العمال وتتعامل معاهم، يبقى عندك التالنت ان انت تدير منظومه من الليفلز الاديوكيشنال المختلفه اللي موجوده عندك، ودي تالنت طبعا مهمه جدا. انا مش عايز اطول، محتاج اشكركم كلكم وان شاء الله يعني سواء انفيرمنتال او اي بروجرام ان شاء الله يعني ايه تتوفروا كلكم في الدراسه بتاعتكم. Thank you.